هلو ليديز اند جنتلمان، حبايبنا الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل تمام يا احلى ناس. حبايبنا نتفرج معي كيف الصراحه، ما اعرف شو بدي اقول لكم يا حلوين. يعني نزل من شوي حدث صراحه يعني غريب عجيب، اوكي؟ يعني طبعا السكين شباب باين على السكين، يعني حبيبي والله اول مره اشوف هيك سكين شباب، اسمه جارينا تاور، سكين جارينا تاور شباب. بس ولكن شيء بالمميز بدل السكين، يعني مو السكين شباب، مو السكين، لا تطلعوا على السكين، شيء غريب شاب هذا الحدث. البرج التوكن فيه 3 توكن، يعني هاي اول مره الشباب يعني بيصير باللعبه. ليك حبايبنا رح نشوف مع بعض ونشوف شوف حظنا بهذا البرج صراحه. يعني خلينا نتاكد، هل يا ترى والله شباب، يعني انا خلينا ندخل نشوف الجوائز الموجوده فيها. تمام، في عندنا هون رقصه شباب، عندنا الثلج فيها، في عندنا هي حقيبه حلوه، عندنا هاي، اوكي. يعني شباب، هل يا ترى انه البرج التوكن شباب رح يخفف التوكن الشباب ويصير 3؟ والله شيء باللوز. ليك شباب، ليك شباب الحلوين، خلينا ندخل نشوف حظنا شباب بهذا البرج، اوكي يا اساطير. صراحه يعني ما اعرف شو بدي اقول لكم. اول توكن حبيب والله باللوز، لوز هذا نشوف. طبعا شباب بالنسبه للسكين يعني ما بعرف، البنطال تبعه شباب يشبه بنطال التيشيرتات بس، ولكن شباب طلعوا بالكم هذا الشح، هذا شباب هذا 2018، هذا شكله سكين قديم، هذا والله ما اتذكر شباب شكله، هذا السكين كثير قديم حبيبي والله. هذا شوف التوكن تاني معلم، طلعنا توكن تاني ولا شلون؟ حبيبي والله، شو هذا الكلام؟ شو هذا؟ خلاص توكن تاني، اوكي بلوز، اعطونا التوكن معلم نشوف حظنا. طيب انا اوكي، لا بلوز يا الزلمه، يا الزلمه شو هذا؟ شو هذا معلم؟ يعني برج توكن جديد وكل شيء جديد، اعطينا التوكن الاخير معلم. ول شو هذا؟ لا يا رجل، لا يا رجل، لا 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 معلم، هذا السكين معلم شكله بده يجيب لي جلطه معلم. والله شباب طول بالك، هنفتح نشوف شيطان التوكن، التوكن معلم الاخير يا زلمه. طب التين توكن الاخير شباب اطلعوا لي اياه، يعني ايزي فريزي معلم. اغرب يعني وات وات، ليش هيك يا اخي؟ شو الحظ هذا؟ لا 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 هيك ما يمشي حال معلم. هذا شو؟ خلص جبنا ابو السكين يا ساتير حبيبي والله. لا 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 طولوا بالكم شباب، في شيء غريب هذا السكين شباب، فيه حقيبه، يعني هي اول مره شباب، ركزوا معي كيف، يعني انا شفت شيء يعني ما معقول، يعني ينزل شيء شباب ولكن حزبه واحده فيها واحد، طولوا بالك، واحد اثنين ثلاثه، فيها تشيكيت يعني شباب، فيها تشيكيت يعني حبيبي والله. هذا شوفوا شوفوا التشيكيت هذا الاساطير، يعني صراحه شباب يعني قلت لا لا يعني ما اعرف، يعني انا كنت اقول حالي والله ما اعرف شو اقول لكم يا شباب، ما اعرف شو اقول. سوى بس خليني اتاكد، حابب اتاكد من شغله يا سيدي، حابب اتاكد من شغله بشكل سريع. اها هون يا شباب، ما شفتوا هون؟ شفتوا هون؟ اتفرج معي حبايبنا، يعني فيه بهذا البرج فيه يعني التشيكيت وشي، يعني هي هيك حبيبي والله. اوكي اوكي ليديز اند جنتلمان، خلينا نشوف هذا التشيكيت يا معلم. والله شباب على حسب التشيكيت شباب، هذا التشيكيت يعني باين عليه قديم. اوكي خلينا اول شيء نشوف السكين كامل هذا. طول بالك طول بالك شباب، وين راح التشيكيت؟ هذا هو التشيكيت شباب، مثل ما انتم شايفين يعني شباب، هذا التي شيرت وكله شباب، يعني يعني شيء قديم القديم صراحه شباب. التشيكيت الجسم مو كثير بس، ولكن شباب التشيكيت الحلو فيه شباب، يسمى التشيكيتات هذول الازرق وما ازرق، مثل هالتشيكيتات هذول. حبايبنا خلينا نفرجيكم حبايبنا، شايفين معي كيف التشيكيت الازرق؟ وينه هذا معلم؟ لك وينه معلم؟ هذا التشيكيت اللي كان موجود هون، وينه؟ هذا هو شباب، هذا التشيكيت الازرق شباب، هذا واحد من التشيكيتات. في تشيكيت ثاني شباب اللي لونه الاحمر كمان، وينه؟ نفرجيكم اياه يا اساطير، وينه 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 وينه؟ مو هذا مو هذا مو هذا مو هذا، هذا هو شباب. هذول التشيكيتات، هذول التشيكيتات يعني من التشيكيتات القديمين كثير، اوكي؟ خلينا بس هذاك السكين كامل هذا هو شباب، نفرجيكم اياه، شوفوا كيف شكله بجاب باللعب والله. يعني صراحه بالنسبه بالنسبه للبنطال يعني حبيبي والله معلم. مو البنطال هذا 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 الباسكيت هذا ولا الحذاء معلم، كثير كبير يا زلمه. شو هيك؟ وات؟ لك شباب والله ما عاد افهم شيء، بل شو عم بيصير شباب هون؟ لك شوفوا شباب البنطال هذا فيه الحزبه، فيها اثنين حزبه بنفس الوقت شباب، سكنين بحزبه واحد يا اخي، والله ما انتبهت شباب والله شباب، هذا دوخني. لا لا معلم صراحه شباب والله ما عاد اعرف شباب، هل يا ترى كان عندي هذا البنطال من قبل او لا، ولا والله شباب ما عاد افهم شيء، اقسم بالله شباب تخت. طبعا شباب الشيء المميز بهذا الشيء انه سكنين
يعني سكنين بحزب الوحدة يا شباب العادي ما في مشوفها أول مرة بشوف هيك أشياء يا شباب فهمت علي كيف؟ عجب هل يا ترى حينزل سكن الله يعني مع الوقت هيك بروش توك يا شباب خفيفات ونضاف ثلاثة دوكن فقط وينزل فيها سكنات أكثر وأكثر؟ والله حبيبي والله ما أعرف. أوكي شباب هذا بالنسبة للجسم. أوكي هات لنشوف شوف كيف شباب والله شباب يعني صراحة جسمه يعني كتير خفيف يعني وكتير يعني خفيف كتير بس ولكن الحزام معلم حبيبي والله. لا لا شباب خلينا نروح نفرجيكم الجاكيت الثاني معلم الجاكيت لازم نروح نشوف الجاكيت الثاني يا أساطير ليتس جو. الصراحة حبايبنا الشيء عجبني أكثر وأكثر شاب اللي هو هذا الجاكيت يعني يعني عن جد الجاكيت والجسم الشيء باللوس هذا الجاكيت شباب هذا هو الجاكيت والبنطال تبعه تبع التين طبعا هذا الحزام معلم نغيره معلم على السريع هيك صار شيء مرتب الصراحة شباب هذا اللبس عجبتني عن جد إشي باللوس هذا ندخل شباب نشوف نشوف وضع معلم شوف الحزام معلم يعني هيك هيك سكنات بيعجبني كثير شباب يعني خفيفات يعني مش كثير ضخام يعني مثل بس البطال جاز طالع اضخم من هذا بشوي يلا خلينا نشوف نجرب هذا هذا المعلم ليتس جو هات نشوف ناخذ اليو ام بي معلم شوف كيف شكله باللعب والله يا شباب يعني صراحه ما اعرف شو بداخلكم اول مره يعني ما اعرف شباب اذا هل يا ترى نزل من قبل او شيء شباب ما اعرف يمكن انا نسيان او شيء حبيبي والله خلينا نحط اليو ام بي شباب هون نحط له مع الداتا معلم عشان يكون باللوز اوكي حط هذا هيك حبيبي والله يلا ادخل هات نشوف كتبوا بالتعليقات شباب يعني والله انا ما عاد اتذكر شباب هل يا ترى هذا السكين قد يعني نازل من زمان ولا شلون بس على حسب ما مكتوب شباب على الحزمه 2018 يعني حبيبي والله هات نشوف اوكي يلا تعال هون قول لي علقت اللعبه يا اخي ليش تعلق معي ليش اللعبه تعلق معي شباب ليش اللعبه تعلق معي يا اخي ليش اللعبه تعلق معي طول بالك معلم طول بالك طول بالك حبيبي والله هذا جايب السكار ما بالكار بلا والله باللوز هذا شو شايل يا زلمه هذا شو شايل بلا صراحه شاب كشكل السكين صراحه مش مرتب هلي يا زلمه تقتلني يا زلمه هذا طيب خلينا نطلع خلينا نطلع شباب خلينا نطلع خلينا نطلع ولا ما نطلع ما خلينا بس نجيب هذا واحد شهيد شاتيك على السريع شباب على رواق لا يلا سلامات شباب شوفوا على خير الى اللقاء اوكي شباب شوفوا الاسكين والله معلمه شوي البنطال معلم كثير يعني زلمه ما عنده رجل هذا ما عنده رجل شوفوا البنطال معلم ما عنده رجل يعني شوف اوكي يا اساطير هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم حبايبنا الله يسعدكم يا رب اعطونا رايكم شباب هذا الحدث اللي يعني برج الجديد شباب اللي موجود فيه مثل ما قلت لكم يعني هي لاول مره شباب لاول مره هيك شيء ينزل حزمتين بحزمه واحده تمام ولا سكنين حزمتين سكنين يعني بحزمه واحده وبنفس الوقت شباب ثلاثه توكن غريب عجيب وشو اسم التبرج كمان بقارينا التوير معلم خلاص حرقنا برج قارينا شباب اوكي ليز انجلت حبايبنا الله يسعدكم يا رب شوفوا على خير سلام عليكم اعطوا رايكم بالتعليقات شباب شو رايكم بالاحداث الجديده النازله يلا